اللهم يا كريم ويا عظيم، يا من جعلت الحياة منا، منحتنا إياها وطلبتنا طلبت منا الشكر عليها، فلك الحمد على ما وهبت. ويا من جعلت الموت امتحانا وفتنة، ابتليتنا بها وأمرتنا بالصبر، فإنا محتسبون. اللهم إنك تأخذ منا حبيبا على قلوبنا، قريبا من نفوسنا، عشنا معه حياة المعاناة وحياة الثبات والصبر، فكان نبراسا لإخوانه، هديتنا بما قدم، قدم حياته، قدم شبابه، قدم أسرته، قدم ماله، ثبت وصبر محتسبا لوجهك الكريم. ولما ألفناه وألفنا وظننا أن الدنيا أقبلت، أخذته منا ابتلاء يا رب العالمين، لا نستطيع رد حكمك ولا رد قضائك، فأنت أحكم الحاكمين، تفعل ما تشاء بيدك الخير، وأنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربي قد استأثرت به في أعلى عليين، وأخذته إلى المقام الذي وعدت به عبادك المتقين، فإنا نسألك اللهم يا كريم يا عظيم ألا ترد شهادتنا فيه، فقد قال نبيك الكريم ألسنة الخلق أقلام الباري، ونحن نشهد أنه كان يؤمن بك ويؤمن بنبيك، ويحبك ويحب نبيك ويحب دينك، فاكتب هذه الشهادة منا خالصة يا رب العالمين. ونسألك اللهم وقد سجلت شهادتنا فيه ألا تنكبنا في مآله، وأن تجعله في أعلى عليين مع محمد وصحبه. اللهم يا رب العالمين إنك رفعت المؤمنين والعلماء درجات، لقولك يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، ونحتسب أنه من المؤمنين العالمين. ونسألك اللهم أن ترفعه الدرجات العلى، وأن تحفظ جمعنا بعده، وأن تخلفنا فيه خيرا منه. اللهم إنا مطمئنون لمآله، لأننا نحسب أنه من أهل الإيمان، ولكن مكانه بيننا سيبقى فارغا. فنسألك اللهم أن تعوضنا عنه شبابا ناهضا ناشطا مؤمنا بك، مضحيا في سبيل دينك، نافعا للمؤمنين يا رب العالمين. ونسألك اللهم لأمة محمد الثبات والصبر والتأييد والتمكين والنصر القريب، وأن تحفظنا من الفتن الظاهرة والباطنة، وأن تجعلنا يدا على من عادانا، تأخذ بأيدينا، وأن لا تميتنا حتى نرى العزة لك ولرسولك وللمؤمنين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك عز جاهك وعظم كبرياؤك، ولا رب غيرك ولا خير إلا خيرك، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. يا منصف يا منصف يا منصف، هل وجدت ما وعدك ربك حقا؟ إنك ستجد ما وعدك ربك حقا. امضي حيث أنت ماض، وراءك شباب ورجال ونساء سيعيشون من أجل القضية التي تعبت فيها وعذبت من أجلها، واقنع بأن على سبيلك ماضون وفي طريقك مجتمعون، فلا تلتفت وراءك وانظر أمامك، فأنت بين يدي رب كريم، وإنا بك لاحقون.